أما الفريسة التي تأهلت أيضاً لهذا الشوط الفريسة آيا حمشو وزوربا تيم سبيريت. آيا حمشو هو كواليفاي 2 winning round fighting زوربا. محمد بالي من سوريا. First entry to winning round from Syria, محمد بالي riding Captain V. هدوء. واحدة وثلاثين ستة وخمسين وأربعة أخطاء للفارس السوري محمد بالي. أيضا من سوريا الفارس سعيد بن باقي يستعد وفارس فالنسيا. ثلاثة وثلاثين صفر سبعة وأربعة أخطاء للفارس سعيد زنطاقي. الفارس محمد الخطيب والسلبي number five. We have محمد خطيب riding سلبي. ما تستعملوا الفلاش. أربعة أخطاء وزمن 36-26 للفارس محمد خطيب. أما الآن يستعد للمنافسة الفارس محمد بطاح وجواد ليفادو. Ready to compete, محمد بطاح riding ليفادو. We'll be right back.
40:81 للزمن وأربعة أخطاء للفارس محمد بطاح. آية حمشو، محمد بعدي، سعيد زنداقي، محمد الخطيب، محمد بطاح. الفرسان الأبطال في فئة سمول تور في بطولة الوفاء الدولية. توب 5 The Small Tour Class من الوفاء. أبدأ بتتويج صاحب المركز الخامس فارس سوريا محمد بطاح وجواد ليفادو والسيدة جاكلين خياط، الحكم الدولي من سوريا ولجنة التحكيم في بطولة الوفاء تتفضل لتتويج الفارس محمد بطاح. The rank 5 for محمد بطاح from Syria with ليفادو. صاحب المركز الرابع الفارس السوري محمد الخطيب وجواد سلبي، يتفضل الحكم الدولي السيد كريم بدارو ولجنة التحكيم في بطولة الوفاء الدولية لتتويج الفارس. Rank 4 for Syria for محمد الخطيب with سلبي a warning hand Mr. كريم بدارو from Lebanon. المركز الثالث للفارس السوري سعيد زنداقي والفرس فالنسيا، يتفضل الحكم الدولي من لاتوانيا التربياتس 2 followed by 2-2 award سعيد زنداقي from Syria coming in the third place with فالنسيا team spirit from Syria. صاحب المركز الثاني الفارس السوري محمد بعلي وجواده كابتن في، يتفضل السيد اللواء ياسر شاهين مدير إدارة الأعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة لتتويج الفارس محمد بعلي. Rank 2 for محمد بعلي with Captain V from Syria awarding him Mr. ياسر Shaheed, the director of physical recreation and sport in the Army and Armed Forces. نحيي بطلة الوفاء لفئة سمول تور الفارسة السورية آية حمشو. تتفضل السيدة ريم اليوسفي أبو كورة رئيسة الدورة في بطولة الوفاء لتتويج الفارسة صاحبة لقب الوفاء لفئة سمول تور. The champion, the holder of الوفاء title. آية حمشو from Syria with the Zorba team spirit awarding her Mrs. Reem Yusuf Ibukura, the director of the event. الفارسة صاحبة المركز الأول هي من سوريا فالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية. The Syrian National Anthem. والآن جولة شرف الفرسان مع تشجيع كبير من الجمهور، نرجو إفساح المجال للأبطال. The Lab of Honor. اليوم الحمد لله حققت المركز الأول على فئة سمول تور بعد منافسة قوية وما كان في حدا بنتيجة نظيفة غيري،
وكمان بثاني يوم حققت المركز الاول على فئه ميديوم تور 130 سنتيمتر، وبتمنى التوفيق لي ولفريقي. شاركت على السمول تور ارتفاع 120 سنتيمتر، بالفاينل اخر يوم حققت مركز ثاني، وكان عباره عن شوط ترجيحي لشوط ثاني. الكورس كان من تصميم المصمم الروسي فلاديمير، والكورسات كانت كثير صعبه. عشرة تأهلنا على الشوط ترجيحي، والاول بس اللي كان معه بلا اخطاء، والباقي كلها خشبه، وبقى فرق الزمن صار حطي بالمركز الثاني. اليوم كان يعني ناصر مسلك كان منيح، والمنافسه كانت قويه. بالشوط الثاني في بعض الفرسان اللي تأهلوا اللي عم بيساووا كبير بالشوط الاول، بالشوط الثاني في منه وقع خشب، فصار يعني فصار لي يعني امل انه بحق مركز. ففتت رقم واحد، رقم اثنين وقعت خشبه، اجيت حاولت اسرع شوي عشان باخذ مركز، الحمد لله اخذت مركز ثالث. ليث العلي فار سوريا وجواد كوبر تشو فار بسان. From Syria, Leith Ali riding Huper to Shoof for my son. وعشرين أسرع زمن فارس ليث العلي وحيوكر تشوف، فارس التالية بشرى الأسد والفرس روكسي تيم سبيريت. كومبيتينغ فور سوريا بشرى الأسد رايدينغ روكسي تيم سبيريت. تصعب المنافسة زمن الفتين 0-1 جودي نظام وويلون تيم سبيريت بي شوط التمايز. رجاء عدم استعمال فلاش. 3-2-beat جودي نظام وويلون.
تصعب المنافسة بهذا الزمن الجديد 33-47. هني بدران ووجدت. خطأ وزمن 33-96 الفارس السوري هاليا بدران ووجيتا ريبون بتايم تاكوفي 96-4 هاليا بدران ووجيتا. الفارس اللبناني توني عساف. زمن 65-09 لفارس لبنان توني عساف. نبدأ بتتويج صاحب المركز الخامس الفارس اللبناني توني عساف. يتفضل الدكتور غانم برازي مدير نادي الفروسية نادي باس الأسد في حمال تتويج الفارس اللبناني توني عساف. رانك 5-4 لبنانيز رايدر توني عساف with أبواك أوردينغهام. Mr. Ghani Barazi, the director of Bas al-Assad Equestrian Club in Hama. المركز الرابع للفارس السوري هاني بدران وجواد وجيتا. يتفضل الدكتور محمد سعود بتتويج فارس سوريا هاني بدران. صاحبة المركز الثالث الفارسة السورية جودي نظام وجوال فيالون. يتفضل السيد الحكم الدولي علي فاروق فتاح من العراق بتتويج الفارسة السورية جودي نظام. Rank 3 for the senior rider جودي نظام with a violon awarding her the FBI judge from Iraq. المركز الثاني للفارسة السورية بشرى الأسد والفرس روكسي تيم سبيريت. يتفضل الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام لتتويج الفارسة بشرى الأسد.
Second place for Bushra Al-Assad from Syria, awarding her Dr. Maher Khayata, Vice President of General Sports Federation. حضرات الجمهور إليكم بطل دورة الوفاء لفئة ميديوم تور الفارس السوري ليث العلي. يتفضل بالتتويج السيد اللواء ياسر شاهين مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة. First rank for ليث علي awarding him Mr. ياسر شاهين the director of physical preparation and sport in the army and armed forces. وصاحب المركز الأول من فرسان سوريا إذن النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية The Syrian National Anthem. ألف مبروك للفرسان. والآن نفسح المجال حضرات الصحافة للفرسان لجولة شرف. أنا اليوم هاي بطولة الوفاء أكيد أهم مباراة بتصير كل السنة، عم نحضر لها لنا شي شهر، عم نحضر لها أنا وكوتشي، والحمد لله على السمول تور ما حالفني الحظ ما عملت منيح، الحمد لله على الميديوم تور قدرت أربح المركز الأول، وكمان أول يوم على نفس الحصان على البيك تور ربحت المركز الأول، ثاني يوم ريحته، اليوم الحمد لله الله وفقني قدرت أربح المركز الأول، الحمد لله. البطولة كانت كتير حلوة والمسالة كانت صعبة لأنه في ناس بمسلك أجنبي وحساني لسه يعني هلأ عم يبلش أنه يصير منيح وعم تدرب منيح الحمد لله. أنا والفريق تيم سبيريت كلنا يعني منشجع بعض ومندعم بعض.
ceremony for the top 5 final in Grand Prix. صاحب المركز الخامس من المملكة الأردنية الهاشمية الفارس إبراهيم هاني بشارات والفرس كالافارا يتفضل السيد الحكم الدولي علي فاروق فتاح بتتويج فارس الأردن إبراهيم هاني بشارات. صاحب المركز الرابع للفارس الألماني أوليفر لمير يتفضل الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام بتتويج الفارس أوليفر رانك 4 from Germany أوليفر لمير awarding him the دكتور ماهر خياطة Vice President of General Sport Federation. المركز الثالث للفارس السوري كتيبة دغلي وفرسه جوتشي تيم سبيريت يقوم بتتويجه السيد هيثم عبد السلام مدير المباريات في بطولة الوفاء الدولية. Rank 3 for كتيبة دغلي from Syria with Gucci Team Spirit awarding him Mr. هيثم عبد السلام the director of tournaments. صاحب المركز الثاني الفارس السوري محمد جبراني وجواده كويكي تيم سبيريت يتفضل السيد عاطف الزيبق رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية تتويج الفارس محمد جبراني. Rank 2 for محمد جبراني from Syria awarding him Mr. عاطف الزيبق. أما صاحب المركز الأول فائز بالجائزة الكبرى فارس سوريا فراس جنيدي. يقوم بتتويج السيد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام Rank 1 for the Syrian rider فراس جنيدي with Aria Team Spirit awarding him Mr. موفق جمعة President of General Sports Federation. فارس سوريا في المركز الأول النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية The Syrian National Anthem. مبروك للفرسان. Congratulations for the all rider. The love of honor. جولة الشرف مع تشجيع كبير للأبطال. أول شيء شكرا كثير والله يبارك فيكم. الحقيقة نحن كفرسان سوريين هالدورة لها رمزية خاصة بقلوبنا. دائما الجائزة الكبرى لنا هي كأس الباسل وما هي الجائزة المادية. المباراة كانت أسهل من السنين السابقة لأنه بالنسبة لإلينا قدرت حضر حصاني أكثر بالمباراة الأغر يلي هي كانت أسبوع قبل بطولة الوفاء. الحصان الجديد قدرت أتأقلم معه بسرعة. الحمد لله حالفني الحظ وعملت اللي علي والحمد لله قدرت اربح. مباراة بشكل عام كانت اكثر من رائعة. تنظيم عالي، ارتفاعات يعني مقبولة. نشكر القيمين عليه على رياضتنا واللجنة المنظمة.
والشكر الأكبر للسيدة منال أسعد اللي هي السبب إنه نحن عم نفتخر إنه عم نركب بهالنادي وبهالفروسية السورية. أول إشي الحمد لله إني اليوم قدرت أجي بالمركز الخامس في بطولة الوفاء، هذا إشي بيشرفني كتير كتير، وبالذات إني قدرت أجي أرجع أركب هنا معكم في بطولة الوفاء وبطولة الأغار الأسبوع الماضي. صار لي أسبوعين هنا بشارك، وما شاء الله يعني المستوى عالي عالي كتير. الجيل الصاعد صراحة بيشرفوا، في كتير خيالي طالعة كتير منيحة، وإن شاء الله بنشوف لها مستقبل عظيم. أكيد أحب أشكر لجنة المنظمة على الترتيب، صراحة المستوى كتير عالي، من كان تنظيم لمسالك كل شيء، يعني بصراحة إشي جد برفع الرأس، ما في شيء تاني الواحد يحكي غير هيك. I like Syria. I'm second time in Syria. Thank you so much for inviting. I like it people. I like it Turkish people. I come from Russia. We love to Syria. I support Syria. We support. Thank you very much. And see you next time.